طبعا، لان هو يعني شوفي، لما انا اقول ضغط 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 يعني ايه؟ ما تبقاش كوره، ما تبقاش رياضه، ما تبقاش استمتاع. الكوره والله انا بقسم بالله ان الكوره اتعملت علشان الناس تتبسط، صح، مش عشان الناس تتخانق ولا عشان الناس تتعصب. بالعكس، الساعتين اللي انا بتفرج عليهم في مباراه اعصابي تبقى هاديه مع اولادي مع زوجتي، سواء في الملعب او وانا بتفرج في البيت او في اي مكان. الناس بتتبسط، وفي نفس الوقت انا بشجع فرقتي، عايز فرقتي تكسب. ما كسبتش او اتعادلت، الدنيا ما هو على قد بقى، على قد ما بتتبسط بيها يا كابتن، على قد فعلا ما من حبك لفرقتك لو ما كسبتش بتبقى دايما صعبه وشده اعصاب وضغط. بزعل شويه، بس ما بزعلش على طول، وبعدين ابتدي انفعل واعمل حاجات مش كويسه. لا لا، ما ينفعش طبعا. يعني حضرتك بتشوفي كاس العالم 32 دوله بتروح، هي دوله واحده بس بتاخد البطوله. هل الفرق وهي راجعه مش شعوبها بتقابلها في المطار ويحييهم؟ ده بيبقى كرنفال، الناس كلها بتستمتع، العالم كله بيستمتع بالاداء بتاع فرقته. مفيش شك ان المكسب حلو، المكسب كل واحد بيسعى للمكسب اكيد، لكن مش معنى ان انا ما كسبتش ان انا ابقى ضد فرقتي، او ان انا ابقى بتعامل مع المنافس بطريقه مش كويسه، او اتعامل مع اولادي في فرقتي صح ان انا اتجاوز معاهم. دي الحاجات دي كلها بتبقى من خلال الاعلام اللي موجود بره، طبعا مش من خلال قناه الاهلي. قناه الاهلي فيها نوع من الاتزان العقلي العالي قوي، ما فيهوش اي نوع من انواع التجاوزات. حتى لما يكون هناك تجاوزات من اي حته، ما بتلاقيش اي تجاوز من خلال أبداً الشاشه بتاعت النادي الاهلي، استحاله. مش قيم ابدا ولا مبادئ النادي الاهلي ابدا، وده اللي اتربينا عليه وتعودنا عليه. دايما تخش باب النادي من اول العامل الصغير احترام زيه زي رئيس النادي، مع الفارق يعني ما فيش يعني الاحترام كانها اسره، فعلا اسره، كل واحد بيقوم بالدور بتاعه، وبالتالي القيم دي موجوده في القناه. مش عشان انا في القناه دلوقتي بتكلم، ولكن هي دي الحقيقه. ما بنلاقيش لفظ مش كويس، ما بنلاقيش تجاوز في حق اي لاعب او اي فريق. دايما باستمرار قناه محترمه بتخش كل بيت وانت مطمن. وانا بجيب قناه الاهلي ببقى مطمن ان زوجتي واولادي ما فيش لفظ هيتقال، مفيش خروج عن النص، كلها حاجات فنيه وحاجات نفسيه وحاجات كل بيت بيبقى مستنيها، الى جانب طبعا الجوانب الفنيه. بيبقى محتاجين المحللين والناس اللي بتتكلم في الجوانب الفنيه تراعي ان الاسره اللي قاعده في البيت بتتفرج بنديلها المعلومه الصح، المعلومه الصح، بحيث ان ما يبقاش فيه نوع من النفاق او نوع من التجريح. ودي حاجات يعني بيبقى فيه بينها شعره، صح، لا فيها غرور ولا فيها نوع من الاحباط. باستمرار انا بشجع. النهارده القناه عامله برنامج علشان منتخب مصر، دي حاجه جميله جدا. انا موجود النهارده عشان اتكلم عن منتخب مصر، صح، وهي دي اخلاقيات الاعلام يا كابتن عادل اللي فعلا مؤسسه الاهلي الاعلاميه بتطبقه بحذافيره. يعني الحقيقه مساق الإعلامي والأخلاقيات الإعلامية فعلا في النادي الأهلي وفي قناة الأهلي كلنا بنلتزم بيها، وهو ده اللي يهمنا، هو ده اللي وعدنا بيه الجماهير الحقيقة من أول يوم.